المنظومة البيقونية للشيخ عمر أو طه بن محمد البيقوني الشافعي، المتوفى سنة 1080 رحمه الله، وهي منظومة تقع في 34 بيتا ذكر فيها بعض أقسام علم مصطلح الحديث. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من بيان الحكم على المتن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أخذ في بيان صفاتها، فبدأ بالمرفوع، بمعنى أن الناظم رحمه الله أخذ يتكلم عن القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار من أسند إليه، أي بإضافة الكلام إلى قائله والفعل إلى فاعله. فقال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع. إذن أنواع الحديث باعتبار من أضيف إليه عند المحدثين ثلاثة أنواع: مرفوع وموقوف ومقطوع. والناظم رحمه الله أخر ذكر الموقوف، ولو ذكره مع المرفوع ومع المقطوع لكان أفضل. وهذا القسم تعلقه بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه، أي منتهى الإسناد، ولا تعلق له بالصحة أو الضعف، فقد يكون صحيحا بل في أعلى درجاته، وقد يكون ضعيفا بل في أدنى درجاته. الناظم رحمه الله تكلم عن الحديث من حيث قبوله ورده، فاقسمه إلى صحيح وحسن وضعيف كما رأينا. أما الآن فالناظم رحمه الله يتكلم في هذا البيت عن الحديث النبوي من حيث إضافته إلى قائله، فذكر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أضيف إلى التابعي، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى ما أضيف إلى الصحابي، وكان الأولى أن يقدم الكلام على الموقوف لأنه أشرف من المقطوع، فهو تكلم عن المقطوع وأخر الموقوف، فالموقوف منسوب إلى من؟ إلى الأصحاب، إلى الصحابة رضي الله عنهم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع. وما، أي والحديث الذي أضيف نسب للنبي بتخفيف الياء للوزن لضرورة النظم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، تصريحا أو حكما، سواء أضافه صحابي أم غيره، فهو الحديث المرفوع. سمي به لارتفاع نسبته إلى من؟ لارتفاع نسبته ولإضافته إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أضيف للنبي، أي والحديث الذي أضافه كما قلنا الصحابي أو ما دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو غيرهما، فهو الحديث المرفوع. هذا تقرير البيت، فهو الحديث المرفوع عندهم عند المحدثين، فهو المسمى عند أهل الحديث بهذا الاسم الذي يدل على ارتفاع رتبته لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كعادتنا قبل أن نشرع في بيان، يعني في بيان وشرح البيت،
نبدأ دائما بإعرابه، لأن المعنى يتعلق بالإعراب، ولأن الإعراب نصف المعنى. وما الواو عاطفة أو استئنافية، ما موصولة بمعنى الذي، وما أضيف والذي أضيف، أو نكرة موصوفة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، وما أضيف وشيء أضيف. على كل حال يجوز. وما أضيف ماض مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير مستتير فيه جوازة، يعود على من؟ على ما تقديره هو. والجملة من الفعل الذي غير، ومن نائب فاعله، من الفاعل المغير ومن نائب فاعله، صلة لما. إن قلنا ما موصولة، تقديره هو الذي أضيف ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة، صفة لما. إن قلنا ما نكرة، فتكون نكرة موصوفة، تقديره شيء مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أضيف للنبي جار ومجرور متعلق بأضيف. وما أضيف للنبي المرفوع خبر مبتدأ، والخبر كيف يكون؟ يكون مرفوعا، فإذا فهو مرفوع. والجملة معطوفة على جملة قوله، أولها صحيح، أو يمكن أن نعتبرها يعني استؤنفت استئنافا نحويا، أي استأنفت استئنافا نحويا، ويصح أن يكون المرفوع مبتدأ مؤخرا، يكون المرفوع مبتدأ مؤخرا، وما خبرا مقدما يجوز. إذن ما هو الحديث المرفوع؟ المرفوع لغة اسم مفعول من فعل رافع ضد وضع، وسمي بذلك كما قلنا لارتفاع رتبته بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. بإضافته لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المقام الرفيع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث المرفوع ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الاصطلاح، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا صريحا أو حكما متصلا إسناده أو لا. إذن نعيد، الحديث المرفوع هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قولا، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا تصريحا أو حكما متصلا إسناده أو لا. إذا سمي مرفوعا كما قلنا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بقيد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي كما سيأتي بإذن الله تعالى. ويخرج أيضا المقطوع وهو غير المنقطع، وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه كما في البيت الذي يليه. مثاله هناك الرفع القولي والفعلي والتقريري وهكذا. الرفع القولي هو إسناد القول الوارد في متن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الراوي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا ونحو ذلك. إذن مثلا يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب، مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، هذه من أقواله. والرفع الفعلي هو إسناد الفعل الوارد في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول سيدنا علي رضي الله عنه كنا في جنازة ببقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة ينكت بها الأرض، إلى آخر الحديث. إذن هذا
المرفوع الفعلي، فقعد وقعدنا حوله. والرفع الوصفي كقول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي، وهناك من ضعفه وهناك من أخذ بهذه الرواية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. والذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قلة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمعنون النظر في النبي عليه الصلاة والسلام من باب الهيبة ومن باب الجلال. ولهذا سيدنا علي الصهر الولي عاجز عن وصفه صلى الله عليه وسلم، فقال: من رآه أحبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. اللهم صل عليه وعلى آله. إذن ماذا قال؟ قال: ليس بالطويل الممغط، ليس بالطويل الممغط، يعني يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر الصفة من حيث خلقه. ولهذا علماء الشمائل بدأوا بالصفات الخلقية، ثم بعد ذلك ذكروا الصفات الخلقية، بدأوا بما يدرك بالبصر إلى ما يدرك بالبصيرة، نهجوا منهج الترقي كما فعل الإمام الترمذي رحمه الله وغيره. ليس بالطويل الممغط بصيغة اسم فاعل من الانمغاط، ومعناه المتناهي في الطول كما قال أهل العلم، من امغط النهار إذا امتاد. ولا بالقصير المتردد أي متناهي في قصر، كأنه تردد بعض خلقه على بعض وانضم بعضه على بعض وتداخلت أجزاؤه، وكان ربعة بفتح أوله وبسكون ثانيه، وقد يحرك أي كان متوسطا، كان ربعة من القوم أي كان متوسطا من القوم، أي مما بين أفرادهم، فهو في المعنى تأكيد لما قبله. ومن وصفه بالربعة أراد التقريب، قال أهل العلم أراد التقريب للتحديد، فلا ينافي أنه كان يضرب إلى الطول صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار، فكان أطول من مثلا من المربوع وأقصر من المشذب، إلى آخر ما جاء في شمائله صلى الله عليه وسلم وفي خلقه أو في خلقته عليه الصلاة والسلام. أما الرفع التقريري فهو حكاية إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم، كأن يسمع بالقول وأن يقره وأن لا ينكره عليه الصلاة والسلام، أو أن يفعل فاعل مثلا فعلا أمامه ويسكت عليه الصلاة والسلام، كأكل الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام وإقراره بذلك. والسكوت في مقام البيان لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فلهذا إذا سكت فإنما يقر صاحبه، والسنة كما رأينا هي أقواله وأفعاله وتقريراته. أما أنواع الرفع فالرفع إما صريح، وذلك بأن يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قولا أو فعلا كما تقدم إلى آخره، وإما حكمي، والرفع إما صريح أو حكمي، وهو أنواع كثيرة. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أجيب علينا أو حرم علينا، فجميع هذا من أنواع المرفوع، للعلم بأن فاعل ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكقول غير الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من باب التصريح. وفي الفعل كقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا، هذا من باب التصريح. هناك المرفوع
الحكمي المرفوع الحكمي في حكم الرفع كإخبار الصحابي مثلا الذي لم يحدث عن أهل الكتاب ما لا مجال للاجتهاد فيه ما لا مجال للاجتهاد فيه أي الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء أو ما يسمى بالملاحم ما سيأتي يعني في المستقبل من الفتن ومن أهوال يوم القيامة وما يتعلق بالغيب إلى آخره فهذا لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي أو ما يتعلق بثواب مخصوص بثواب مخصوص على عبادة مخصوصة أو ما يرتبط بعقاب مخصوص على فعل مثلا فإنه لا سبيل إليه إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا نعزل القرآن ينزل يعني هذا إقرار من الوحي ففيه تقرير من الوحي وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم ومن باب التنبيه دخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل والضعيف والمعتل والمعلق دون الموقوف والمقطوع وهناك بحث طويل عند علمائنا قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا أو رخص أو أبيح لنا أو أوجب مثلا أو حرم علينا قالوا في حكم المرفوع وفيه بحث طويل وإن كان موقوفا من حيث اللفظ وإن كان موقوفا اللفظ لكنهم قالوا هذا من باب من حكمه حكم الرفع حكمه حكم الرفع ولو كان ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم سواء أقاله في محل الاحتجاج أم لا لأن المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ لأن مدلولها منه صلى الله عليه وسلم فإذا هي ترجع إلى رسول الله أصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرمه وهو الذي يحلل بإذن من الله سبحانه وتعالى فالأصل أنها من الشارع ومن غيره تبع له مع أن الظاهرة أن مقصود الصحابي بيان الشرعي ومن المعلوم أن الأصوليين تكلموا عن أنواع الدليل الذي يقع به البيان فالدليل الذي يصح أن يقع به البيان يأتي على أنواع أولا القول من الله تعالى كقوله عز وجل إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هذا بيان البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كذلك ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الزكاة ثانيا الفعل كحجه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حجه صلى الله عليه وسلم وصلاته بيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبيان لقول الله تعالى أقيموا الصلاة إذا قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم جرى الخلاف بين الأصوليين في البيان بالفعل والذي عليه الأكثرون أنه يكون بيانا للأدلة المذكورة وللإجماع على ذلك بل هناك من قال وقرر أن البيان بالفعل أوضح وأقوى من البيان القولي فليس الخبر كالعيان وقلنا بأن الراجح هنا هو كسر العين وسبقا أشرت إلى هذا من حيث اللغة ثالثا التنبيه بالمفهوم وبفحوى الخطاب على علة الحكم فلا تقل لهما أفين فقال العلماء إن علة النهي عن التأفيف هي العقوق فيفهم منه أن العقوق بالضرب أكثر وأبلغ فحرموا التأفيف فيعلموا أو فحرموا الضرب علم من تحريم التأفيف أن تحريم الضرب أولى فصار تحريم الضرب
بيانا بسبب هذا التعليل. وكذلك ما جاء في أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فعلة التحريم هي الإتلاف. وهكذا من أنواع الدليل الذي يقع به البيان اللزوم أو التلازم كالدلالة على الشروط والأسباب بالالتزام: فلان صلى صلاة شرعية، يفهم بطريقة اللزوم أنه حصل الشروط، شروط الصحة من طهارة وستر للعورات واستقبال القبلة وإلى آخره. كذلك يقع البيان بالإشارة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور كثيرة، أشار بيده نحو المشرق قال الفتنة من ها هنا، كذلك الكتابة، كذلك الدليل العقلي، وهكذا التقرير على القول وعلى الفعل إذا جرى ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار منه. كذلك السكوت بعد البيان، فإن السكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواب السائل هذا بيان ودليل على أنه لم يرد عليه من الله تعالى حكم في القضية التي وقع السؤال عنها. ويعني الأصوليون يفصلون يعني في هذا، ذكرت بعض الأنواع التي تقع بيانا وتحصل بها المعرفة لمن يعني اطلع وعرف الوضع واطلع على الاستعمال العربي في هذه الإطلاقات وغيرها. ثم منها ما يكون تفسيرا وبيانا لما أجمل من معنى الكلام كبعض الأمثلة التي ذكرت سابقا، ومنها ما يكون بيانا مع تغيير كما يجري في الشرط والاستثناء والصفة والتخصيص والتقييد وغيرها. إذن ما أريد أن أبينه هو أريد أن أشير باختصار إلى بيان الصحابة، ولهذا مهدت بهذه الأنواع التي يقع بها البيان. فإذا جاء البيان من الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على ما بينوا فلا إشكال في صحة بيانهم، كما أجمعوا على وجوب الغسل مثلا من التقاء الختانين، فكان ذلك بيانا لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنوبا فتطهروا. وما إذا لم يجمع عليه ففي صحة الاحتجاج به بحتون وتفصيلون، إلى أنه يترجح الاعتماد على بيانه من وجهين: أولا معرفتهم باللسان العربي، فالصحابة رضي الله عنهم عرب فصحاء وأعرفوا من غيرهم بالكتاب والسنة. ثانيا مباشرتهم للوقائع والنوازل في عهد نزول الوحي بالكتاب والسنة، فهم رضي الله عنهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وهم أعرفوا بأسباب النزول ويدركون ما لا يدركه غيرهم. لماذا؟ لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فمتى جاء عنهم بيان لمجمل أو جاء تخصيص لعام أو جاء تقييد لمطلق فالصواب العمل على بيانهم إن لم يأتي الخلاف بينهم. فإذا وقع الخلاف بينهم فإن المسألة تصير اجتهادية. وكل ما ورد من بيان الصحابة رضي الله عنهم للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية مما هو قائم مقام التفسير الذي عليه العلماء الوجوب أو أن نعمل بذلك، وجب العمل بذلك البيان لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخره من الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى. أما المسائل الاجتهادية وهي كثيرة كالوضوء من النوم مثلا، هذا معروف وكثير من المسائل، فهذه المسائل ونظائرها وأمثالها لا يختص بها الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، ومع ذلك فلا تخلو من الخلاف بين علمائنا. ولا نتكلم العلماء حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل الذي يرد بيانا للمجمل،
لا خلاف بين علماء الأصول أن القول من الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع به البيان وتحصل به المعرفة، وإنما جرى خلاف بينهم في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فخالف فيه بعضهم زاعما أن البيان بالفعل تأخير وتطويل، وأن تأخير البيان مع تيسره وإمكان تعجيله بالقول عبث، قالوا هذا ممتنع، ورد ذلك بأن البيان بالفعل قد يكون أخسر وأوجز من البيان القولي، فالأمور الدقيقة الغامضة قد يحتاج بيانها باللسان إلى كثير من الكلام وتكرار العبارة، مع أن تشخيصها للسامع قد يكفي مرة واحدة لمعرفتها وإدراكها وتفهمها حتى تصير عنده ضرورية. ثم قال الناظم رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع أي كل فعل أو قول أضيف إلى تابعيه أو إلى من دونه فهو المقطوع وليس منقطع، فهو المقطوع أي فهو الذي يسمى عندهم بالحديث المقطوع لانقطاعه عن درجة الرفع بعد بعدم انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانقطاعه عن درجة الارتفاع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وما لتابعين، وما لتابعين هو المقطوع، الواو عاطفة أو مستأنفة، ما موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ، مبتدأ لتابعين جار ومجرور. وما لتابعين هو المقطوع، وما الواو عاطفة أو مستأنفة، ما موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ، وما لتابعين جار ومجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة لوقوعه صلة لما، وما لتابعين أو لوقوعه صفة لها تقديره وما أضيف لتابعين هو المقطوع، هو ضمير فصل، المقطوع خبر مبتدأ، وجملة من المبتدأ والخبر معطوفة أو مستأنفة. والمقطوع عند علمائنا كما سمعتم ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا، وسواء كان له إسناد متصل أم لا. وإنما أدخل المحدثون الموقوف الذي هو مضاف للصحابة رضي الله عنهم والمقطوع الذي هو مضاف للتابعي، أدخلوهما في علوم الحديث لأن كل منهما قد يكون له في بعض الأحوال حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا علماؤنا منهم الإمام السخاوي في فتح المغيث. فإذا ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فيخرج بقيد إضافته إلى التابعي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابة. والتابعي هو مسلم لقي صحابيا ومات على الإسلام، سواء أطال لقاؤهما أم قصر، هذا هو الراجح من الأقوال في تعريفه، في خلاف بين علمائنا، وهذا هو الراجح، مسلم لقي صحابيا ومات على الإسلام سواء أطال لقاؤهما أم قصر. ثم إن التابعين على صنفين، هناك صغار وهناك كبار، صغار التابعين وكبار التابعين. فصغار التابعين هم الذين يروون أكثر أحاديثهم، أكثر أحاديثهم عن التابعين، وقلت روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، كأبي حازم سلمة بن دينار وكيحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا. وأما كبار التابعين فهم الذين يروون أكثر أحاديثهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقلت روايتهم عن التابعين، كسعيد بن المسيب أو المسيب، ورأينا الخلاف في هذا سابقا، وكقيس بن أبي حازم، نعم، وكعبيد الله بن عدي ونحوهم رضي الله عنهم جميعا. ويسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده،
يسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده، نحو قولهم موقوف على عطاء. انتبهوا، احيانا قد يستعملون المصطلحات اللغويه ولا يقصدون المصطلحات ولا يقصدون المعنى الاصطلاحي. فمثلا يقولون هذا موقوف على عطاء، او وقفه فلان على مجاهد، او وقفه معمر على همام، كما يقع هذا في كتب المصطلح وفي كتب الحديث وفي كتب شرح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الموقوف عند الاطلاق هكذا فينصرف الى ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل. ولهذا الحافظ السيوطي رحمه الله قال: وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف ان قيدته مسموع. وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف ان قيدته مسموع. مثال المقطوع قول مجاهدين مثلا من التابعين: لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر مثلا، وأقوالهم كثيرة في هذا الباب. وكذلك أفعاله، لا نطيل الكلام في هذا. لكن ما حكم المقطوع؟ المقطوع ليس بحجة حيث خلا عن قرينة الرفع. أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، بعدها يعني ننتقل إلى مراحل أخرى. كما أنه إذا وجدت فيه قرينة تدل على وقفه على الصحابي فله حكم الموقوف. فمن المقطوع الذي له حكم المرفوع أقوال التابعين في أسباب نزول القرآن، وكذلك أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن أخذه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع ذلك في حكم المرفوع المرسل. نعم، سنبين هذا إن شاء الله لما نصل إلى المرسل. أما قول التابعي من السنة كذا فقد صحح الإمام النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم أنه موقوف متصل، ونقل عن بعض الشافعية القول بأنه مرفوع مرسل، وصحح العراقي أنه موقوف، واحتج على ذلك بأن التابعية كثيرا ما يعبر بالسنة عن سنة الخلفاء الراشدين. ومسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، ولهذا يروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. فإذا لا يمكن أن نحتج بأقوالهم في هذا الباب هكذا على الإطلاق. وقال بعضهم، قال بعض العلماء: التابعون 15 طبقة، أولهم الذين سمعوا من العشرات المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وآخرهم من لقي سيدنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه، آخرهم من لقي سيدنا أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى، من لقي سيدنا عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، والله تعالى أعلم وأحكام. بقيت فائدة أخرى نختم بهذا المجلس المبارك قبل أن ننتقل إلى مسألة الضعيف. بقي بحثون وعدتكم بعون الله عز وجل أن نكمله. هذه الفائدة أشار إليها علماؤنا أنه وقع في عبارة بعض الأئمة كالإمام الشافعي وكالإمام الحميدي وكالإمام الطبراني وكالإمام الدارقطني وغيرهم، وقع إطلاق لفظ المقطوع ويريدون به المنقطع، يريدون به غير المتصل. وقد قلت لكم بأن العلماء يفرقون بين المقطوع الذي يضاف إلى التابعي فمن دونه، وبين المنقطع الذي يتعلق بالسند ولا يتعلق بالوصف. إلا أنه وقع في عبارة بعض الأئمة الكبار من الأئمة المتقنين لعلم الحديث ولا وسائل العلوم الأخرى. وأهل العلم لهم توجيهان: التوجيه الأول أن هذا منهم كان قبل استقرار الاصطلاح، والبعض استبعد هذا، قال هم من أهل الاصطلاح.
والتوجيه الثاني وتوجيه المهم قالوا أن هذا اصطلاح خاص بهم، خاص بهؤلاء ومن قال به من أهل العلم. فإذا يقال بأن هؤلاء استعملوا هذا الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب. فبين المقطوع والمنقطع مغايرة، فالأول من مباحث المتن والثاني من باحث الإسناد. وإذا ما ورد في استخدام الإمام الشافعي مثلا ومن معاه أو في استخدام مثلا بعض أهل العلم فإنهما ينزلان على مرادهم المتقدم بيانه، وبالله التوفيق. الآن نرجع إلى مسألة أخرى وقد أخرتها حتى يعني نعطي حقا للأبيات السابقة. تقدم لنا أن الأمة اتفقت، ولا أقول أجمعت، اتفقت يعني من الفقهاء المجتهدين ومن الحفاظ الكبار على العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه عند المحدثين، واتفقوا أن يعملوا به في فضائل الأعمال وحتى في الأحكام. وقلت لكم بأن الذي رفض ذلك إنما رفضه نظريا، أما عمليا وتطبيقيا فأخذ بكثير من الأحاديث الضعيفة. وقدمت نصوصا في هذا الباب، وهناك نصوص أخرى تدرس في مضانها وفي المطولات عند المذاهب الإسلامية المعتبرة. فالأئمة الحفاظ صنفوا كتبهم للاحتجاج على العمل المتوارث عن فقهاء الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله أورد إشكالا لم يسبق إليه كعادته رحمه الله تعالى على العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وغيرها. والذي دفعني إلى هذا لأن الوهابية الآن يروجون ويرددون ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. فإذا أورد إشكالا في قضية العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وفي غيرها في فضاء العمل، وهذا الإشكال خاص باحتجاج الإمام أحمد بن حنبل بالضعيف. فإذا رجعنا إلى كتاب قاعدة في التوسل والوسيلة وكذلك إلى مجموع الفتاوى نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن هذا الإشكال، فيقول كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء، يقول رحمه الله تعالى في قاعدة في التوسل والوسيلة وكذلك في مجموع الفتاوى، كان عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، هذا على حسب زعمه، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. وأول من عرف أنه قسم الحديث إلى أقسام ثلاثة، إلى صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في روايته متهم بالكذب وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه الإمام أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل الإمام أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري. نعم، ومن نقل يقول رحمه الله عن أحمد بن حنبل، هو يقول إمام أحمد على كل حال بدون وصفه بالإمامة، أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه بسم الله. ثم جاء الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فأخذ بقول شيخه ودافع عن هذا القول خاصة في إعلام الموقعين. هناك خلاف بين أئمتنا، هل هو إعلام الموقعين عن الله رب العالمين أم أعلام الموقعين؟ نعم، كل له دليله، على كل حال المقام لا يسمح بالتفصيل. فالصواب
لم يكن في جهة الإمام ابن تيمية، لم يكن حليفة الإمام ابن تيمية ولا الإمام ابن قيم، ولهذا رد عليهم أو رد عليهما كثير من العلماء. وقبل أن ننظر في كلام ابن تيمية نقول باختصار إن قبول وإن رد الحديث يرجع إلى صفات في الإسناد والمتن كما رأينا، ويرجع الإسناد مباحث الاتصال، ويرجع كذلك الإسناد حال الرواة، وما يتعلق بالمتن من شذوذ ونكارة، وما يتعلق به كذلك من مباحث العلة. وهذه الصفات أو الشروط تتفاوت تفاوتا كبيرا من حديث إلى آخر، والتداخل بينها قائم لا إشكال في هذا، وهذا معروف. فإذا أخذت جانبا واحدا، مثلا أخذت حال الرواة الذين يروون الحديث، تجد أن الكلام على الرواة يتباين جدا، يتفاوت من حيث الجرح أو التعديل، والكلام على الراوي الواحد يختلف من ناقد لآخر، تجد هذا يجرحه وهذا يعدله. على كل حال، لأن المسألة اجتهادية، فنجد مثلا من يقول فيه أثبت الناس ثقة ثقة، وهذا ليس كمن قالوا فيه مثلا ثقة، وليس كمن قالوا فيه مثلا إن محله الصدق، أو إنه جيد الحديث، أو إنه صوينح. وإذا نظرت إلى الجرح تجد أن من قالوا فيه مثلا من قيل فيه إنه لين الحديث أو ضعف، ليس كمن قالوا فيه إنه سيء الحفظ أو إنه ضعيف أو إنه مضطرب الحديث، تفاوت. والذي اتفق على توثيقه أو على تضعيفه ليس كمن وقع فيه الخلاف، الذين اجمعوا مثلا على جرحه وعلى رده، ليس كالذي وقع فيه الخلاف. إذا تبعا للمراتب والاتفاق أو الاختلاف يتباين الحكم ويختلف الحكم، نعم، من ناقد لآخر يختلف الحكم على الراوي وعلى المروي. ولهذا لا يمكن أن نضع المرويات في درجة واحدة، ولهذا العلماء جزاهم الله خيرا من إنصافهم قالوا الصحيح درجات، قالوا إن الصحيح درجات، بل بعضهم أوصلها إلى 10 فأدخل فيها الحساب. وقالوا أيضا كما رأينا إن الضعيف درجات، إن الضعيف درجات، ووقع تداخل كبير بين هذه الدرجات، والفصل بينها بحد لا يبعد التداخل أو الاحتمال. هذا أولا. ثانيا، إذا رأينا وتأملنا في قول ابن تيمية رحمه الله، كان في عرف الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، إلى صحيح وضعيف. العلماء قالوا فيه نظر من وجوه عديدة، وقد رد عليه ردا علميا الشيخ سعيد ممدوح جزاه الله خيرا، ونقل كلام المحدث سيدي عبد الله بن صديق وسنذكره إن شاء الله تعالى، وكذلك الشيخ عوامة ذكر كلامه الشيخ أبو غضة رحمه الله في قواعد في الحديث الإمام التهناوي رحمه الله، كتاب جليل. فنقل الشيخ أبو غضة رحمه الله كلام تلميذه الذي أصبح شيخا فيما بعد ذلك، ويمكن أن ترجعوا إليه، كلام المتقنون وحرر تحريرا علميا. وكذلك الشيخ سعيد ممدوح جزاه الله خيرا في التعريف في من قسم السنن إلى صحيح أو ضعيف في المجلد الأول. إذا تأملنا هذا الكلام نقول إذا كان الحديث على حسب زعم ابن تيمية رحمه الله يعني يقسم إلى صحيح وضعيف، ونحن علمنا أنواع أخرى تتداخل، أنواع أخرى تتداخل في الصحيح مع الحسن وحتى في الضعيف، فالحصول والتقسيم يتعرض للنقد،
لابد من إدخال قسم بين الصحيح والضعيف، ولهذا العلماء قالوا بالحديث الحسن. كذلك إضافة هذا التقسيم وإضافة هذا الحصر إلى الإمام أحمد أو لغيره من العلماء الذين سبقوا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل قوي، إلى نص صحيح صريح ليس فيه احتمال. الوجه الآخر إنه على هذا القول سيلزم الأئمة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يحتجون بالحديث الحسن في الأحكام، وهذا سيقع التناقض، وإنما يحتجون في الأحكام بالصحيح فقط. أما الترغيب والترهيب وسائر الفضائل فكانوا يحتجون بالحديث الحسن ولا قائل بهذا. قوله الضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف المتروك لا يحتج به وإلى ضعيف الحسن، هذه أيضا دعوة تحتاج إلى بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن تحتاج إلى بينة من القائل وإلى مصدرها، وهي تخالف الواقع، تخالف ما قرره العلماء والمحدثون. فالضعيف على أنواع، منه الذي يشبه الحسن، ومنه الذي يقال عنه فيه ضعف أو لين، وبعض النقاد يحسنه فيخرجه يعني من الضعيف، وثم هناك الضعيف بسبب انقطاع ويدخل فيه الإرسال أو تدليس أو وجود راوي مثلا يقع في الخلط والاضطراب، أو ضعيف ولم يشتد ضعفه، ثم ما روي أو ما رواه الراوي ووصف بأنه سيء الحفظ أو أنه مضطرب، أو من كان يروي المنكرات، ثم ما رواه من قال فيه مردود الحديث أو إنه منكر الحديث، ثم ما رواه المتهم بالكذب، ثم ما رواه الكذاب، والوضع درجات. وبين هذه الأنواع تداخل، والنوع الأول والثاني والثالث يحتج بها العلماء في الأحكام بشروط معروفة، ولا نجد من العلماء من صرح بأن الضعيف حسن من المحققين ومن المحدثين الكبار. ثم قال وأول من عرف أنه قسم الحديث إلى أقسام ثلاثة، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله. هذه الإضافة ليست بصحيحة، وقد حققها الإمام الشيخ عوامة حفظه الله، وكذلك الشيخ سعيد ممدوح، فيها نظر، والترمذي لم يصرح بها لا في جامعه، لم يدعي ذلك ولم يصرح بها تصريحا، ولا في العلل الصغير الذي ألحق بالجامع، ولا في العلل الكبير. وهذه الكتب هي متداولة بين أيدينا، فأين نجد بأن الإمام الترمذي صرح بذلك تصريحا بأنه هو من ابتدع وهو من قال بهذا القول؟ فإضافة الأولوية إلى الإمام الترمذي فيها نظر، تحتاج إلى حجة وإلى معرفة المصدر. وهذا التقسيم الثلاثي الذي رأيناه ذو الأنواع المتعددة معروف عند العلماء، عند أهل العلم وعند أهل الحديث، أضافه إليهم إمام الخطاب رحمه الله، ثم الإمام ابن الصلاح، وأضافه إلى أهل المصطلح. وأهل الحديث ليس علم الحديث لا يقتصر على الإمام الترمذي رحمه الله. فإذا القول بأن الإمام الترمذي هو من جاء بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا قول غير صحيح، ولا نجد من صرح بهذا من العلماء في كتبهم، نعم، ولا نجد من نسب الأولوية إليه من العلماء المصنفين في علوم الحديث. نعم، الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي أشار إلى هذا، ولكن لم يذكر بأنه هو من جاء بالحسن. قال أن الترمذي رحمه الله قسم في كتابه هذا الحديث، قسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث إلى آخر كلامه، فمعروف هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم استدرك وبيّن أن الترمذي رحمه الله مسبوق بهذا التقسيم، وارجع إلى كتابه.
فإذا فرق بين الشهرة بالتقسيم وبين الأولوية به. بيد أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يصرح في أي موضع من كتبه المتداولة بين العلماء والتي هي موجودة بيننا، لم يصرح بهذا التقسيم الثلاثي، ولكن أخذ من تصرفه. فلهذا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال: ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وهو يتكلم عن صحيح وحسن وغريب، وقد سبقه البخاري إلى ذلك فيما ذكره عنه في كتاب العلل. ثم إذا رجعنا إلى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله وأردنا أن نقارنه بتعريف الحسن الاصطلاحي، إذا أردنا أن نقارن كلام الإمام ابن تيمية وكلام الإمام الترمذي رحمه الله وأن نقارن ذلك بتعريف علماء الحديث للحسن الاصطلاحي، سنجد فرقا كبيرا، بل سنجد بأن الحديث الحسن بمعناه الاصطلاحي كان معروفا في طبقة شيوخ الترمذي، بل وفي طبقة شيوخهم يعني قبله. فهذا الإمام بن الصلاح رحمه الله يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه وفي الطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل وكالبخاري وغيرهما. وأيضا قرر هذا الكلام الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، نعم، وأخبر بأنه وجد التعبير به في شيوخ الطبقة التي قبله أيضا كالشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر ذلك في حديث ابن عمر، نعم، ذكر حديثا لا أذكره الآن، فقال: حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. وقال تلميذ الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: وأما علي بن المديني رحمه الله تعالى فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، وظاهر عبارته أنه يقصد المعنى الاصطلاحي. أما قول الإمام ابن تيمية رحمه الله والحسن عنده أي عند الإمام الترمذي ما تعددت طرقه ولم يكن في رواية منهم أو ما لم يكن في رواته متهم بالكذب وليس بالشاذ، فقال: هذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. الإمام ابن تيمية رحمه الله اختصر كلام الإمام الترمذي رحمه الله، وربما اعتمد على حفظه، فأخطأ رحمه الله في بعض الألفاظ، وهذا الخطأ له دلالته. فالإمام الترمذي رحمه الله عرف نوعا واحدا من الحديث الحسن، عرف الحديث الحسن، الحديث الحسن لغيره، ولم يعرف الحسن لذاته كما رأينا سابقا في تعريف الحديث الحسن. والاختلافات في كشف في اصطلاح الترمذي مشهورة، يعني توجيهات العلماء في بيان ما المقصود بكلام الترمذي رحمه الله مشهورة معروفة، أشرنا إلى بعضها سابقا. والإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه أطلقوا الاحتجاج بالضعيف ولم يقيدوه بنوع واحد، فالضعيف المحتج به عند الإمام أحمد وعند أصحابه له صور منها. إذا فرد به ضعيف وهو لا يقابل الحسن لغيره عند الإمام الترمذي رحمه الله الذي افترض فيه تعدد الطرق، نعم، وتعدد الوجوه. أما إذا تعددت طرقه فهذا أمر آخر سيأتي توضيحه إن شاء الله باختصار. ولم يصرح الإمام أحمد أو أحد أصحابه رحمه الله أن الضعيف المحتج به في الأحكام هو الضعيف الذي تتعدد أو الذي تعددت طرقه ولم يكن شاذا ولا معللا ولا فيه راو متهم بالكذب.
ثم ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله مثالا للحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد بن حنبل، احتج بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم كما رأينا. وهذا انتقال منه رحمه الله مرة أخرى من الحسن لغيره ذي الطرق المتعددة إلى الحسن لذاته. فلما عجز ولم يتمكن من إثبات عجز عن إثبات صحة الدعوة، وهي أن الحسن لغيره عند الترمذي ضعيف عند الإمام أحمد، انتقل إلى النوع الثاني من الحسن لغيره إلى الحسن ذاته. فهذا اختلال في الموازين، اختلاف أو اختلال في تقرير المسألة. فكأنه يرى أن احتجاج الإمام أحمد بن حنبل بالضعيف على انفراده هو احتجاج بالحسن ذات عند الترمذي. ثم أتى بهذه الأمثلة بحديث عمرو بن شعيب إبراهيم الهجري، فأعتقد بأنه أقوى ما وقف عليهما، لأنه لو وجد غيرهما لجاء بذلك. فالنصوص التي بين يدي العلماء عن الرجلين هو بعكس ما يراه ابن تيمية رحمه الله وتسقط دعواه. نعم. أما عن عمرو بن شعيب ففي بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، أن الإمام أحمد بن حنبل قال فيه له مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا، كلام الإمام أحمد بن حنبل، وهذا يخالف ما قرره الإمام ابن تيمية. فالرجل جرحه الإمام أحمد بن حنبل جرحا مفصلا واضحا، وهو قوله له مناكير. فإذا بمعنى قال يكتب حديثه، يكتب حديثه يعني حديثه جعله حجة بغيره لا بنفسه، أما إذا انفرد فضعيف. وعلى كل حال نذكر الآن كلام ابن تيمية ونرجح ما رجحه العلماء وكلام أحمد بن حنبل. نعم. ولهذا ما سئل بعضهم أو سئل الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب فقال ربما احتججنا به وربما واجس في القلب منه شيء. نعم. أما إبراهيم الهجري فقال فيه ابن معين حديثه ليس بشيء، الإمام أبو زرعة قال ضعيف، البخاري يقول منكر الحديث، النسائي منكر الحديث، ربما قال في موطن آخر ليس بثقة، الإمام الحاكم ليس بالقوي عندهم. أما لو أردت أن أنقل كلام الإمام أحمد بن حنبل فهذا يطول ويحتاج إلى تتبع المراجع. وكما علم أن الإمام أبا داود يروي الضعيف في سننه ويسكت عليه. نعم. ولا ينبه، لأن مذهبه العمل بالضعيف في الأحكام تبع لشيخ أحمد رحمه الله، لأن الإمام أبا داود كان من أخص تلاميذ أحمد وروى عنه سؤالات في الفقه والحديث. وقد رد الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث استشكال الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقال على أن بعضهم حمل قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، قال وهو بعيد. وكلام أبي داود في رسالته، السلام عليكم الحاج بخير، ماشي مشكل، إمتى؟ ماشي اليوم؟ لا لا بعد، ها؟ نشوفه صح. مرحبا. واخ. واخ. السلام عليكم. وكلام أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكة مشعر بخلافه. فإذا علم بناء على ما سبق أنه لم ينقل عن أحد تصريحا أو تلويحا أن الضعيف عند أبي داود حسن عند الترمذي، ولكن يلزم من قال بذلك بأن الحسن عند الترمذي ضعيف عند الإمام أحمد أن الضعيف عند أبي داود حسن عند الترمذي، وهذا إلزام لا تشغيل فيه. ثم مسألة أخرى
هي مسألة مهمة تتعلق بأصول الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا يدفع ما استشكله الإمام ابن تيمية رحمه الله. فأصوله فيما أعلم هي خمسة ذكرها العلماء كما في إعلام الموقعين وفي طبقات أبي يعلى. مثلا قالوا النص الأول أو الأصل الأول النص من الكتاب والسنة الثابتة. الأصل الثاني فتاوى الصحابة. ثالثا الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم تخير من أقوالهم ما كان قريبا للنص. رابعا الأخذ بالمرسل وبالحديث الضعيف. خامسا القياس. فالسنة عند الإمام أحمد رضي الله عنه قسمان، هناك السنة الثابتة وجعلها في أصل واحد مع القرآن العظيم، والسنة التي لم يثبت إسنادها وأخرها إلى مرتبة الرابعة، لهذا الأخذ بالمرسل وبالحديث الضعيف، أي بعد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وبعد التخيير من أقوالهم عند الاختلاف. هذا صريح وواضح وجلي في أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يعمل بالحديث الضعيف الذي يعلم ضعفه، ولو كانت ثابتة عنده كثبوت الحسن بقسمه عند الترمذي لما أخرها ولما جعل ما الأصل الأول. لهذا النص من الكتاب والسنة الثابتة. فالذي يقول إن الحسن عند الترمذي ضعيف عند الإمام أحمد ويرى أن الإمام أحمد يأخذ بالثابت فقط يكون قد خالف أصول مذهبه وقادح في إمامه الذي يؤخر السنة الثابتة ويقدم عليها الموقوفات. والإمام أحمد رضي الله عنه هو أجل من هذا الإلزام. وذكر شيخنا سعيد ممدوح في كتابه التعريف كلمتان لشيخنا سيدي عبد الله بن صديق رحمه الله في دفع استشكال ابن تيمية رحمه الله، وأخبر بأن قول ابن تيمية وقول ابن القيم إن الحسن عند الترمذي ضعيف عند الإمام أحمد ليس بقاعدة منصوص عليها في المصطلح، وإنما أخذاه من أن المتقدمين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف، وأن الترمذي أول من قسمه إلى صحيح وحسن وضعيف، فاستنبط من هذا أن الحسن عند الترمذي ضعيف عند الإمام أحمد. قال وهذا خطأ من وجهين، أن الحسن جاء في كلام علي بن المديني وفي كلام بعض القدماء، وهذا ما قرره الإمام بن صديق رحمه الله. أن الترمذي أحسن أحاديثه هي في صحيح مسلم أو في البخاري. وأيضا فإن تعريف الحسن عند الترمذي يخالف تعريف الضعيف عند الجمهور. ثم قد يكون حديث حسن عند الترمذي ضعيفا عند الإمام أحمد بن حنبل، لكن ليس دائما ولا مضطردا. فهذا كلام مختصر يزيل الإشكال بحول الله تعالى. أما الشيخ عوام رحمه الله فقال ينبغي أن يجعل الحديث الضعيف في هذا الباب أن نجعله أربعة أقسام. ينبغي أن نجعل الحديث الضعيف أربعة أقسام. أولا الضعيف المنجبر بمتابعة أو شاهد، وهو الذي يقال فيه أو الذي يقال في أحد رواته كما أسلفت لين الحديث، إنه لين الحديث. ثانيا الضعيف المتوسط الضعف، وهو ما يقال في راوي ضعيف الحديث أو مردود الحديث أو منكر الحديث. ثالثا الضعيف الشديد الذي وجدوا فيه متهما أو متروكا. ثم القسم الرابع الموضوع من باب التبع. فالشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله يدخلان القسم الأول تحت كلام الإمام أحمد بن حنبل، بناء على أنه يشمله اسم الضعيف من جهة واسم الحسن لغيره من جهة أخرى. قال والظاهر الله أعلم إدخال القسم الثاني في مراد الإمام أحمد. والذي حمل الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومن تابعه على هذا التفسير لكلام الإمام أحمد رأي آخر له، أي ابن تيمية رحمه الله بنى عليه هذا التفسير، وهو ادعاؤه أن الحديث عند المتقدمين ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، وأن الحسن اصطلاح أحدثه الترمذي. بل نقل ابن تيمية الإجماع على هذا الادعاء، نقل الإجماع، وهذا كعادة رحمه الله، وهذا غير صحيح،
إذ أن إطلاق الحسن على الحديث وعلى الراوي أيضا وارد على لسان عدة من العلماء السابقين. إذا ما قرره الشيخ عوامة وما قرره الشيخ سعيد بن مالك وما قرره الإمام السخاوي قبله وما قرره سيد عبد الله بن صديق رحمه الله من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، بل ورد هذا الإطلاق على لسان الإمام أحمد نفسه. وذكر كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في نكته على مقدمة الصلاة، وقد نقلت هذا الكلام سابقا. وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده وفي علاله. وقال الإمام بن حجر رحمه الله: وظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ التلميذي واحد، قال وغير واحد. فمن ذلك ما ذكر التلميذي رحمه الله في العلل الكبير، أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في مسعى الخفين، فقال البخاري: حديث صفوان بن عسان صحيح، وحديث فلان أذكر اسمه حسن. وهكذا ذكر الشيخ عوام رحمه الله الأدلة الكثيرة، ذكر كلام الإمام أحمد أنه استعمل لفظ الحسن، لفظ الحسن بمعناه الاصطلاحي. رجعوا إلى الكتاب الذي ذكرته. وكلمة حسن استعملها الأئمة قبل الإمام الترمذي بمعناها الاصطلاحي، منهم مثلا الحافظ محمد بن النمير، وهذا شيخ شيوخ الترمذي رحمه الله، نقل ذلك عنه ابن سيد الناس في عيون الأثر، وهذا دليل عظيم على أنه سبق العلماء الإمام الترمذي رحمه الله في إطلاق هذا اللفظ. نعم، فنقل عنه كما قلنا ابن سيد الناس في عيون الأثر قوله في ابن إسحاق: حسن الحديث صدوق، حسن الحديث صدوق. ومن استعمل كذلك كلمة حسن مريدا بها الحسن الاصطلاحي، وأكثر منها جدا الحافظ يعقوب بن شيبة البصري البغدادي رحمه الله، وهو سابق للإمام الترمذي ومعاصر للإمام البخاري ومسلم. وأظن في هذا القدر كفاية، أشرت فقط وما استحضرناه في هذا الباب والبحث يعني يطول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.